Hi guys, hi guys. This is Oke, Iman Channel. ketuk tangki dua lima sembilan dua tiga dua puluh lima lagi. Welcome back to Iman Channel. This time we need to read Quran again, okay? Let me take my Quran. Ah, sembilan dua tiga. Okay. And then taking. And let's read it. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما بلاش ما تيجي أعوذ بالله لو نتي بجي جنبا دي سي اس أكوال كيفا أعوذ بالله Wait a second. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم باي باي السلام عليكم